وحش التكنولوجيا؟ حبيبي حيان أنا ما عم بفهم شو هذا إحصاء وما بعرف شو، شو هالشغلات؟ مو خرج بنوب، شو رأيك تشتغلوا هذا الملف عن أخوك؟ عندي شغل يا أخي، إذا بتريد رسالتك أخذ موقف مني؟ يا الله دخيلك، كل شيء كنت بدك تعمله إنه تكتب اسمك آخر الرسالة وما كتبته. بتعرف أكرم إني أنا انفضحت بسببك؟ لهلأ ما عم أقدر أطلع بوجه نايا، لو سمحت روح قلع شوكك بإيدك. شو هذا يا ربي؟ أنا اللي كان لازم أقول لك هيك يا سيد حيان. إيه كان رح ينخرب بيتي من وراك. يا ربي شو هالشغل هذا؟ ليكي ياسمين قليلي، أنا حابة أحكي مع أكرم بس هو ما عم يعطيني وش. بركي مالك ستايلو. ستايلو؟ لك تطلعي فيني وتطلعي بأكرم. قلتك هاد هو السبب؟ إيه لا بقله، منيح إني تنازلت وتطلعت فيه لهالأجداب. يعني وجهة نظرك مو كتير ظابطة يا ناي. ما علينا، أنا بعرف شو بدي أعمل فيه، رح فرجيك كيف تجاهلني بهي الطريقة، ومنه كمان كون انبسطت وغيرت جو. تعي استني شوي، حكي لي شو بدك تعملي. مفاجأة. صاير كتير عم فكر بالشغل، لازم خفف تفكير شوية. مثل ما قلت لكم يا زملاء، شي كل إيميلاتي اللي بعت لكم يا أنت. ما ماشي أنسي نايا. قولي شافتني. ايه خليك عم تهرب، انا بعرف كيف اتصرف معك. يلا نقوم نمشي. يلا انا صرت جاهز، خلونا نمشي. باي. يلا باي باي باي. رح فضل عليك. يعطيكم العافيه. شلح جاكيتك اكرم. شو هالحكي؟ مشان شو بدي اشتح جاكيتي؟ شو القصه؟ فهميني. انت ليش بتتلبك بس تشوفني؟ اه لا تخاف، انا ما باكل شباب. كنت بدي اقول لك مشان عقد المصنع الجديد، مشان هيك يا سيد اكرم ما فيك تطلع لنحل المشكله سوا. تمام انا بحلها وبدي العقد، ما لها قصه يعني. انسي. ما بيصير حبيبي اكرم، بدك تشتغل اضافي لانه لازم موافق عليه بعد ما تخلصه. ما في داعي ضل الليل يعني، ما في داعي، ببعث له بالبيت وببعث لك اياه عن طريق الايميل، شو رايك؟ قلت لك ما بيصير، انا مو مديرتك، بدك تقعد وتخلص كل شغلك وبعدين تطلع. على فكره صهري المدير وانا كمان بكون صهره، تذكروا هالشيء. ايه وانت ليش عم تطلع فيني هيك؟ كثير عاجبك تعال انت اشتغل اضافي. لا أخي لازم روح. العمى هذا شوي وبيبكي، كل العالم جنوا يعني. والله الكل ضيعوا عقله. ما كان ناقصني غير اشتغل إضافي. يا الله من هالمرة. حياتي يا عمري، أنا فرضوا علي دوام إضافي، شو نعمل برأيك؟ حياتي لا تقولها، بتعرف أنه أنت هيك ضايقتني؟ لأنه أنا عم أعمل لك أكل مشان ناكل سوا بالليل، أوكي؟ شايفة حياتي يعني كل شيء بيكون لخير، يعني بالوقت اللي أكلك الطيب اللي طيب كتير موجود أنا رح أضطر أطلب من برا. عجبك على هالشغلة؟ مع أني أنا كتير بحب أكل طبخك. إيكو أنا ما فهمت عليك شيء، أنت عم تمدحني ولا عم تتمسخر علي؟ يلا شو بدنا نعمل نصيب؟ بس أنا ما رح أنام، رح أستناك تيجي بالليل، تمام؟ تمام حياتي، أكيد ما تنامي، استنيني. تمام يلا باي حبيبي. اليوم رح علي أكلها، شو بدنا نعمل بهالمرة؟ والله مو عارفان شو بدي أعمل. يا علي يا علي حرام، شو بده يأكل هنيك؟ يا الله يا ترى أخذ له أكل مشان يأكل وأنا بروح منه بيشوفني كمان، بتصير مفاجأة. رح أعمل له أكل وروح لعنده. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.